صباح الفل عليكم يا جماعه. من فيديو جديد من اسقع مكان في العالم رحت له الفتره دي. احنا جينا جورجيا، هناخد يوم كامل النهارده هنلف فيه في الشارع وهنشوف حياتنا في جورجيا ماشيه ازاي. الفيديو النهارده ده مميز عشان الناس اللي اول مره تيجي جورجيا هتعرف تعمل ايه، تشتري سيم كارد، تاكل فين، تروح فين، يعني حاجه مبدئيه كده، مقدمه سريعه عن جورجيا عشان تعرف تتعامل هنا. والجو دلوقتي ساقعه جدا، درجه الحراره 8، بس احنا لابسين لبس حراري تحت اللبس ده. هنلف شويه وبعد كده ايه نرجع نلبس الجاكيت عشان الجو لسه الصبح، والصراحه الجو جامد جدا. انا قاعد في هوستل جامد قوي اسمه فابريكا، موجود هنا في التلبليسي او مش عارف انت اسمها لحد دلوقتي، بس هو جامد قوي. يلا نروح نشتري خط نت وهفاجئكم باسعار النت هنا. اول ما بتوصل بتاخد رقم وتستنى زي فودافون عندنا. ايه يا جماعه، النت بيبدا، يعني انا اشتريت باقه، انا قاعد اسبوع، فاسبوع ده كفايه قوي اللي انا دفعت فيه 8 جلد اللي العمله بتاعتهم 40 جنيه مصري، 40 جنيه انليميتد انترنت. يعني انت لو قاعد اسبوع تيجي تشتري انليميتد انترنت ب 40 جنيه مصري، يعني حوالي اقل من، يعني حوالي اقل من 3 دولار، يعني الاسعار رخيصه. اجمد حاجه عجباني المدينه، الجو بتاعها يعني النهارده مشمس خلاص، الجو حلو جميل، مفيش حاجه لا الناس لذيذه برضه بتتعامل معاك. الشركه اللي انا فيها بتاعت اتصالات كانوا بيتكلموا انجليزي كويس قوي، يعني حاسس برضه ما فيش مشكله في اللغه، الناس على قد ما تقدر تحاول تساعدك. انا ماشي ببص يمين وشمالي، الشوارع النظيفة يا جماعة، الشوارع الجو حلو، المباني، الواحد حاسس ان هو مبسوط، يعني في روح للمدينة وبتاع. ف جعانين، هو دلوقتي احنا جعانين، فنفطر بقى، نفطر بقى متأخر شوية بس نفطر، يلا بينا نفطر. Can I order one? Egg and cheese. Yeah. No egg. No egg? Yeah. Small menu, large? Small. What small? بصوا بقى، يعني ما ينفعش نبقى في جورجيا ما ناكلش اكل شعبي. ده البتاع دي اسمها كاتشوروبي، دي حاجه شكل كده تحس ان هي يعني عيش كده محطوط عليه جبنه وحاجات كتيره، وفوق برضو حاطين عليه زبده وجبنه وبيض. انا قلت من غير بيض بس حطيت لي بيض. فاحنا جينا مكان بقى تقليدي قوي، يعني لما كان حسيت اللي هو في وسط الشارع كده تحت الارض، جبته من على جوجل مش عارف جبته ازاي، بس يعني خلينا نجرب كده ونقول راينا. خلينا نشيل بس البيضه اللي عليه عشان انا قلت من غير بيض. بص يعني كميه الجبنه اللي عليه كتير كتير، فانت مش عارف احنا مش عارف هناكله ازاي اصلا. خلينا اوريكم كده كميه الجبنه اللي عليها. طعمها جامد قوي، طعمها سوبر. بص بقى، انا عمال اكل والبتاع الجبنه بتخلص، يعني شايفين كميه الجبنه قد ايه؟ بصوا 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 بص. يعني كميه جبنه فظيعه بقى. انا مش عارف اخلص البتاع دي ازاي، زي فطيره السلطان. بس اجمد شويه حرفيا يا جماعه. المطعم هو اللي ورايا ده، يعني تحت الارض، عشان كده وانا بتكلم صوتي بحس اللي هو يعني بتكلم بصوت واطي، بس هو الصوت عالي بيرن تحت، فالناس كانوا مستغربين وانا السائح الوحيد الموجود. فاكلنا بقى الكارشيروبي ده اللي انا ما فهمش مش عارف انطقه بالظبط، بس هو تقيل الصراحه. فعلى الفطار، لا هو على الفطار تقيل، فاحنا عايزين نشرب حاجه، نجرب بقى شويه حلويات جورجيا كده، حس الجورجيه، نلف في المنطقة. الشوارع جامدة أوي، أكتر حاجة عجباني الصراحة في المدينة الشوارع بتاعتها خرافية. فخلينا كده نكتشف مع بعض باقي المدينة، يلا بينا. يعني أنا حرفيا جيت في مكان، هو أنا بدور على الجي بي إس، لقيت مكان عشان أحل فيه. المكان ده جامد، كشك كده صغير في الشارع، فجينا نجرب بقى نشوف أحسن حاجة بيعملوها. بصوا أنا خليته هو اللي اختار آيس كريم، بس أنا مش فاكر إيه هو تقريبا. ده بيقول لك سلطة كراميل، كراميل
حديق. خلينا نجرب كده. بسم الله. لا صدق طعمه جامد. هو حاجه انا مش فاهمها ايه بس طعمه مزيز. جورجيا صدمتني يعني. اكل حلو، حلويات يعني، ايس كريم حلو. ايس كريم في الشتا ده يا جماعه مفيد صحيا جدا على فكره، لازم تجربوه، فجامد قوي. الراجل ده هكتب لكم اسمه على الانستجرام عندي، ادخلوا على الانستجرام وتعملوا كده يا جماعه، اعملوا سبسكرايب، عملنا فولو على التيك توك وعملنا فولو على الانستجرام كريم ترافلز، وعملنا سبسكرايب هنا على اليوتيوب عشان نكمل بيكم ان شاء الله. جامد، اجمد ايس كريم اكلته في حياتي هنا في جورجيا. الجميل اللي انت لما ما بتروحش الحتت اللي مش سياحيه قوي بتدفع اسعار ارخص وما بتتعاملش اكنك سايح، فدايما لما تروحوا وتاكلوا في اي حته في اي بلد بتزوروها عشان اوفر جامد، دايما تروح في الحتت اللي هي مش سياحيه، ده هتوفر فيها جامد. وادينا مكملين يومنا في الشارع عشان نكتشف جورجيا. والاحلى بقى في جورجيا كمان اللي انا اتصدمت منه برضو، اللي الشباب الصغيره دايما هتلاقيهم بيتكلموا انجليزي كويس جدا، فالناس برضو ما يحسش ان الموضوع بس. الناس كانوا خايفين واحنا ماشي. فالناس بتتعامل معاك بطريقه حلوه، محترمين الصراحه. لحد ما جيت دلوقتي ده تاني يوم ليا، كله تمام. النظام اهم حاجه. هنعدي الشارع دلوقتي، فهتلاقي الناس برضو بتقف تستنى الاشاره، فدي الحاجه برضو من النظام انا شايفها دي حاجه جميله جدا. مش هتلاقي صعوبه في التعامل شويه، حتى لو محدش بيعرف يتكلم الانجليزي هيحاول يتواصل معاك باي طريقه بحيث اللي هو ايه يساعدك على قد ما يقدر. ده حصل معايا في الاتوبيس وانا جاي من المطار، قعد يوصفوا لي كده هوصل هوستل ازاي، وصلت بطريقه سهله جدا، فما حدش يقلق من الموضوع ده. مش في الشارع كده ولا فيا ولا لا عليا، لقيت الناس بيحبوا هنا الرياضه جامده جدا. بصوا العجله اللي ورايا قد ايه، بصوا شكلها عامل ازاي. يعني انا كده واقف جنب العجله اهي، العجله بتاعت العجله. وسط البلد دي منطقه رايقه رايقه رايقه، احسن حاجه فيها عجباني الصراحه المباني والشوارع بتاعتها، تحس ان هي مسفلته دي حجر، ده جامد جدا. شايفين المباني ولا عامله ازاي، مهتمين بكل الدقه الصراحه. المدينه هنا لذيذه للناس اللي هتحب تاخد صور حلو، الناس اللي تحب تصور هتيجي في وسط البلد. جميل اللي فيها، هتلاقي فيها الاماكن تغير فيها الدولار، اسعارهم تقريبا متقاربه كلها جنب بعض، مفيش اختلاف كتير. هتلاقي فيها المطاعم، هتلاقي فيها الصيدليات، هتلاقي فيها كل حاجه انت عايزها، بحيث ان انت برده يعني لو محتاج اي حاجه تنزل وسط البلد. الهوستل بتاعي اسمه فابريكا، ده مشهور جدا. خلينا نتكلم على جزء مهم قوي اللي هي الفيزا، وده محور الفيديو بتاعنا دلوقتي. فيزا جورجيا يا جماعه تقدر تطلعها بطريقتين. اول طريقه ممكن تطلعها الكترونيه، ده ب 20 دولار بتطلع في حوالي 5 ايام تقريبا، كل الناس بتقبل فيها. الفيديو بتاعها سهل جدا، ممكن تطلعوه. خلينا نظبط الكاميرا بس، تمام. فركزوا معانا بس في النقطه دي عشان دي مهمه جدا. المهم الفيزا الالكترونيه ما ينفعش تسافر بيها من مصر الا لو معاك حاجه واحده بس، تصريح امن. دلوقتي مش متاكد من المعلومه دي، بس يا رب نتاكد، حد يتاكد منها. ممكن تطلع التصريح الامني لو انت معاك فيزا الكترونيه زي تركيا. انا شخصيا طلعت الفيزا الالكترونيه وكنت في تركيا، وبعد كده خدت طياره من على تركيا على هنا. كل اللي عملته ان انا دخلت المطار في اسطنبول عادي خالص، شايف الفيزا الالكترونيه، سافرت، ركبت بيجاسوس، تذكره الطياره رايح جاي ب 1000 جنيه من تركيا لجورجيا رايح جاي، فدي سعرها رخيص جدا يعني. ودي ميزه انت تسافر من تركيا، ممكن تعمل رحلتين مع بعض، تركيا واسطنبول مع بعض، بطلع تصريح امني اهم حاجه لو انت مسافر من مصر. لو انت مسافر من بلد ثانيه غير مصر مش هتحتاج تطلع تصريح امني، ده بالنسبه للمصريين. بس حصل حاجه في المطار الصراحه، عشان للامانه هما بيوقفوا في مطار هنا تبليسي في جورجيا، بيوقفوا اغلبيه الجنسيات اللي شكلهم مختلف يعني. انا شفت ناس اوروبيين واقفين برضو، بس بيخلصوهم بسرعه، بيسالهم فين الحجز الفندق بتاعك، عشان من النهارده من 1 ديسمبر بداوا يطلبوا البي سي ار، ولازم تكون واخد الفاكسينيشن عشان تدخل البلد. وقفوا ناس بيسالوهم بعد كده دخلوا. انا شخصيا وقفني قال لي فين الفاكسينيشن بتاعي، وريته له، شاف الباسبور بتاعي، ما سالنيش حد على حجز فندق ولا اي حاجه ولا اي حاجه. بس يعني ممكن عشان عندي كذا فيزا على الباسبور، وعندي فيز صالحه على الباسبور. انا شخصيا دي كانت الميزه عندي، بس انا شخصيا بعمل حساباتي في حجوزاتي وكل حاجه، بعمل في اي بلد مسافر عامل حجز الفندق، حجز الطيران ذهاب وعوده، تامين سفر.
عشان لو حد سألني عن معايا حجوزاتي كلها فعلا رايح سياحة. غير كده لو انت رايح مش سياحة هيعرفوا ومش هيدخلوكوا البلد. فهي دي النصيحة. لو انت عايز تسافر جورجيا بقى من مصر برضو وتطلع تصريح امني سهل جدا، الطريقه العاديه جدا اللي انت هتروح تقدم بالسفاره، بيطلبوا حساب بنكي، حجز فندق مبدئي، حجز طيران، امين سفر، اتش ار لاتر، الورق المطلوب العادي. فدي كانت تجربتي الشخصيه، سافرت بيها جورجيا، طلعت الفيزا ب 20 دولار سافرت ودخلت ما كانش فيها مشكله خالص. البلد جميله جدا. تابعوا الفيديوهات اللي جايه وهنعمل لكم فيديوهات جامده قوي. ما تنسوش تعملنا فولو وسبسكرايب وشير للفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. ودعمونا يا جماعه عشان نكمل معاكم ان شاء الله ونعمل فيديوهات احسن من كده بكتير. وطبعا على انستجرام وتيك توك كريم ترافلز، واشوفكم في فيديو جديد من جورجيا. سلام.